السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الصفحة 52 والصفحة 53 من الكتاب المدرسي فوكس للغة الإنجليزية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. نبدأ على بركة الله بصفحة 52. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غيكون grammar، يعني قواعد اللغة. أولا read and complete the grammar table. قالك أقرأ، نقرأ هاد الفقرة وغادي نكملوا هاد الجدول ديال هاد الجدول اللي عطاو لينا هنايا ديال grammar. My name's Khalid. I've got long black hair and blue eyes. I haven't got a mustache or beard. I've got a brother, but he is different. He's got short hair and brown eyes. He hasn't got a mustache, but he's got a long beard. نبداو دابا نشرحو. My name's Khalid. اسمي خالد. I've got long black hair. عندي شعر كحل وطويل. And blue eyes. وعينين زرقين. إذن black أسود. Blue أزرق. Long طويل. I haven't got a mustache or a beard. ما عنديش مستاش، ما عنديش شارب، وما عنديش لحية. إذن mustache هو الشارب المستاش، وbeard هي اللحية. I've got a brother. عندي خويا، عندي أخ. But he is different. لكنه مختلف، زعما مختلف عليه. He's got short hair. عنده شعر قصير. إذن عندي في الأول هنايا long يعني طويل، الضد ديالها هي short يعني قصير. And brown eyes. وعينين بنيين. Brown يعني بني. He hasn't got a mustache. ما عندوش شارب. But he's got a long beard. ولكن عنده واحد اللحية طويلة. بالنسبة دابا لهاد الكلمات اللي كاينين باللون الأحمر، I've got، I haven't got، I've got، he has، he's got، he hasn't got، he's got. هاد الكلمات هو واحد الزمان سميتو present perfect. present perfect اليوم ما غاديش حنا نطرقوا لاشنا هو واش كيتستعمل وكيفاش امتى كنستعملوه. حنا اليوم غادي نشوفوا غير الكتابة ديالو لكل ضمير I, you, he, she, it. داكشي اللي غادي نشوفو. المهم هذا كيتسمى present perfect. السنوات المقبلة هو فاش غادي تشوفو ديك الساعات امتى كيتستعمل بالنسبة للزمن، زعما اش من وقيته كنستعملو. نجيو دابا نعمرو هاد table، هاد الجدول، بينا نشوفو حنا غير كيفاش كيتكتب بالنسبة لكل ضمير وبالنسبة للكتابة افيرم زعما في الجمله العاديه الاخباريه افيرماتيف، وفي الجمله نيجاتيف يعني الجمله النفي. نعمرو دابا هذا الجدول. هنايا عندي سينجولار بلورال. سينجولار اش بروناونز يعني اي يو هي شي ات، هذوك هما سينجولار مفرد. بالنسبه للضمائر ديال الجمع هما وي يو ذي، نحن أنتم هم. هنا عطاو ليا full forms، هنا عطاو ليا الكتابة الطويلة full forms، هنا يعطاو ليا الكتابة المختصرة أو القصيرة short forms. وهنايا غادي نكتب بالنسبة للجملة الإخبارية وهنايا جملة النفي. هنا نفس الحاجة بالنسبة للكتابة القصيرة في الجملة الإخبارية وفي جملة النفي. إذا نبداو دابا ب singular. singular قلنا كاينه I هو مبداو ليا بها. I have got. بالنسبة دابا لهاد الزمان باش سهل هو في الكتابة، خصني أنا أشلو كيتغير ليا، كيتغير ليا غير هاد have. got راه كتبقى كيف ما هي، لدي. got كتبقى كيف ما هي. بالنسبة لhave هذا واحد الفعل اللي ساهل، عقلو نتوما غير على هي شي ات، هي اللي كندير فيها هاز. لما باقي كنكتب هاف، اي هاف، يو هاف. بالنسبه لهي شي ات كندير هاز. هي هاز، شي هاز، ات هاز،
we have, you have, they have. وهذيك got انا ما كتبدلش ليا. يلا دابا نشوفوا. اذا عندي هنا غادي نقول بالنسبه دابا الجمله الاخباريه وننتقلوا ديك الساعات للجمله جمله النفي. حنا دابا كاينين غير four forms حتى نكملوا هادو وننتقلوا للشورت forms. اذا هنا عندي I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, you have got, they have got. حاجة الوحيدة اللي كتغير هي he, she, it كندير فيها has عوض have. نمشي لدبل صيغة النفي. بالنسبة للنفي كنشد نفس هذيك داك شنيت اللي كتبت هير كنجي هاد نوت كنحطها ما بين هاف وما بين got كتولي ليا على الشكل الآتي I have not got يعني ما عنديش you have not got he has not got she has not got it has not got we have not got you have not got they have not got. غنشوفوا الكتابه ديالهم دابا غادي ندير لكم التصحيح واحد شويه ونشوفوا غنكملوا دابا ننتقلوا للشورت فورمز. بالنسبه للشورت فورم شنو كندير؟ كتابه المختصره كنشد هذيك ها هذيك اتش مع اي كنحيدها وكندير ابوستروف بلاصتها وبالنسبه لهاز كنخليها راه هذيك اس بوحدها. غنشوفوا حنا الكتابه كي غادي تكون. اذا هنا بالنسبه للشورت فورمز غيولي I've got يعني عوض ما نقول I have got كنولي كنقول I've يعني كنحيد هذيك HA هذيك H مع ا كتحيد ليا كتدار بلاصتها ابوستروف غادي تولي ليا I've got you've got he's got she's got it's got. بالنسبه لهي شي it كتحيد ليا هذيك اش مع ا كتبقى غير اس. بالنسبه لهادو ديال الجمع we've got you've got they've got. بالنسبه الى عندي النفي شنو كندير؟ كنختصر انا هذيك not ما كنختصرش هذيك have كتبقى ليا نيت ما كنقولش I haven't got فهمتي يعني لا. بالنسبه للنفي شنو كنختصر فيه؟ كنحيدها او هذيك او اللي كانت عندي هنا كنحيدها وهاد الكلمه كنزديها صافي هادشي اللي كندير. كي كتولي ليا الصيغه كيولي I haven't got you haven't got he hasn't got she hasn't got it hasn't got we haven't got you haven't got they haven't got. نمشيو دابا نشوفوا الكتابه ديالهم كي كيتكتبوا. ها هو الجدول عندي. اذا الكتابه بالنسبه لهذه راه باينه I have got you have got كي قلت لكم هاد have بالنسبه لI you we you they كتبقى هكا have got راه كتبقى بحال ما كتبدلش فيهم نهائيا. بالنسبه لهي شي ات هي الوحيده اللي كندير فيها has صافي. اذا I have got you have got he has got she has got it has got we have got you have got they have got. بالنسبه للنفي كنشد هذيك نوت كنحطها ما بين هاف وما بين got فيهم كاملين. انا الا مشيت تحفظت هذه راه دوك الشيء الاخر كلشي بيجيني ساهل. I have not got you have not got he has not got she has not got it has not got we have not got you have not got they have not got. شتو علاش كنديروا الصيغه المختصره كتجي شويه ثقيله انني نقول I have not got أو مثلا we have got داكشي علاش كندير الصيغه المختصره. الصيغه المختصره شنو كندير فيها؟ هنايا بالنسبه للجمله الاخباريه راه غير هاد اش مع ا اللي كتحيد هما اللي كنحيد. الا حفظت هادو قلت لكم راه غادي ديروا حتى الصيغه المختصره. شنو كندير؟ كنحيد اش و ا وكنزدي الكلمه وكندير ابوستروف بلاصت هاد اش و ا اللي حيد في كل شيء هم كلشي هاد اش و ا كتحيد. نشوفوا دابا كي كيوليو I've got you've got he's got she's got it's got we've got you've got they've got. بالنسبه لهذه شنو كندير؟
كنشد هادي نترا كتبقى هي، شنو كندير؟ كنحيد هاديك او فيهم كلهم ديال نوت، كنحيدها وكنزدي هاديك هاف مع هاديك نوت، وكندير ابوستروف عوض او بلاست او كندير ابوستروف، كيولي ليا على الشكل الاتي: I haven't got, you haven't got, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got, we haven't got, you haven't got, they haven't got. نخلي لكم التصحيح. نمشيو دابا للتمرين الثاني. Read and match the pronouns red circle with the correct nouns. قالك هنايا نقرا هاد الشيء ونربط ما بين هاد البرونونز اللي كاينين مدورين يعني بالدائرة الحمراء مع الاسم المناسب. إذا الضمير مع الاسم المناسب. نقراو الجملة الأولى ونفهموها. Carol hasn't got an orange dress. She's got a purple one. شنو دابا انا درت في هذه الجمله؟ غنشرحوا الجمله ونقولوا اش درنا. Carol hasn't got an orange dress. Carol لا تملك فستانا برتقالي. Dress يعني الكسوه او الفستان. Orange يعني برتقالي. She's got a purple one. هي تملك واحد بنفسجي. عندها واحد في البنفسجي. Purple يعني البنفسجي. اذا كارول ما عندهاش كسوه في الليموني، عندها وحده في البنفسجي. علاش انا دابا هنا درت 1؟ عندها وحده، راه كنقولها حتى بالدارجه، عندها وحده في الموف او لا وحده في البنفسجي، باش ما يكونش عندي داك التكرار. كارول ما عندهاش كسوه في الليموني في البرتقالي، عندها كسوه في البنفسجي. يعني باش ما نعاود ديك كسوه ولا فستان فستان، كندير ديك الساعات 1، كنبدلها في الجمله الثانيه ب 1. Carol hasn't got an orange dress. She's got a purple one. عندها وحده في البنفسجي. داكشي علاش هنا داروا ليا الخط، يعني هاد one راه كيرجع لهاد الكسوه البرتقاليه. داكشي علاش درت ليها السهم اللي عندها. الجمله الثانيه: The shop assistant has got blue pants. He hasn't got white ones. قالك هنايا هذاك the shop assistant has got blue pants، يعني هذاك المساعد اللي كيكون في المتجر ما عنده سروال في الزرق وما عندوش واحد في البيض، زعما وما عندوش واحد في البيض. بالنسبه لهاد وانز، علاش هنا درت هنا وان وهنا درت وانز؟ حيتاش هذا الجمع اس فيه اس بانس، وكيف ما قلت لكم في الحصه السابقه راه بانس ولا تراوزرز ولا بوتس مثلا ولا ترينرز ولا جلوفز، هادو كلشي جمع ضروري كندير فيهم اس على فين. يعني حتى الا درت هاد وانز كندير اس. إذا دابا هاد وانز ديال من لمن راجعة للسروال. إذا عنده سروال في الزرق ولكن ما عندوش واحد في البيض. ليلى hasn't got grey trainers. She's got white ones. ليلى ما عندهاش سبادري أو لا ترينرز، يعني حذاء رياضي. ما عندهاش حذاء رياضي في الرمادي. grey يعني رمادي. هي عندها وحدين في البيض. ما عندهاش سبادري، ما عندهاش سبادريات رماديين، عندها وحدين في البيض. وانز داكشي عاوتاني علاش درت اس، حيتاش عندي ترينرز في الجمع. اذا هاد وانز الاش كيرجع؟ تيرجع لترينرز. تومي هاز غات اي بلاك جاكيت، هي هازنت غات اي ريد وان. تومي عنده تجاكيطه في الكحل، ما عندوش وحده في الاحمر. تامي عنده تجاكيطه في الكحل، ما عندوش وحده في الاحمر. اذا هذيك وحده علاش راجعه؟ راجعه للتجاكيطه. يا هي داكشي علاش درتها هنا وان، راجعه للتجاكيطه. داكشي اش ما درتش فيها وانز، حيتاش انا عندي واحد التجاكيطه. نمشيو دابا نشوفوا التصحيح. اذا ها هو التصحيح. كيف ما قلت بالنسبه للاولى، هدرت انا في الجمله الثانيه على الفستان، ما عندهاش واحد في البنفسجي. شكون هذا اللي في البنفسجي؟ اللي هو دراس الفستان. هنا عاوتاني وايت وانز، اش هاد وانز؟ هو السروال، ما عندوش واحد في البيض، يعني السروال. هنا عاود تاني هضرت على السبادريات، ما عندهاش سبادريات في، ما عندهاش لي سبادغي في البيض، ما عندهاش لي سبادغي في الرمادي، ولكن عندها وحدين في البيض. اذا هاد وانز راجعه للترينرز. عاود تاني هنايا اخر جمله.
Tommy has got a black jacket. He hasn't got a red one. إذا هذه تومي عنده جاكيطه في الكحل وما عندوش وحده في الاحمر. إذا هاد وحده one راجعه جاكيت. إذا one كنديرها إلا كنهضر على واحد الحاجه، ones إلا كنهضر على بزاف ديال الحوايج إلا كان عندي الجمع. نخلي لكم ضبط صحيح. نمشيو دابا للصفحه المواليه. اذا ثالثا complete with the correct form of have got. دابا هذا الفعل have got غادي نديرو انا في correct form، يعني الحاجه اللي الضمير اللي كندير معاه have got نديرو والضمير اللي كندير معاه has got نديرو. هنا عطاو ليا واحد المثال Carol a blue shirt. اذا شنو غادي ندير have got ولا has got؟ هنا داروا has got، علاش؟ حيت Carol كيرجع ليا she، وكيف ما قلت هي شي ات كندير فيهم هاز غوت. اذا نديرو الجمل التاليه. اذا الجمل المواليه عندي اولا ليلى اند كارول وايت سكيرتس. ليلى اند كارول، هادو ليلى وكارول يعني جوج الناس، يعني كتار الجمع يعني كتر من واحد. اذا شنو غادي ندير فيها؟ غندير فيها هاف غوت، حيتاش هادو راجع ليا الضمير ديال ذي. They have got، يعني ليلى and Carol have got white skirts. ليلى و Carol عندهم تنورات في الأبيض، تنورة يعني صاية، عندهم صايات في البيض. ثانيا ليلى and Carol black trainers، نفس الحاجة ليلى and Carol هادو الجمع يعني they، وبالنسبة ل they راه كندير فيها have got. إذن غادي نكتب ليلى and Carol have got black trainers. ليلى و Carol عندهم لزيسبادغي في الأسود، أو عندهم أحذية رياضية في أو حذاء رياضي في الأسود. ثالثا Carol's sister an orange dress. إذن Carol's sister أخت Carol، هذه كنهضر أنا على وحدة اللي هي الأخت ديال Carol. إذن هنا الضمير هو she، وكيف ما قلت هي وشي وات كندير لهم has got. اذا هنا عندي شي، داكشي اش غادي ندير has got. اذا Carol's sister has got an orange dress، اخت Carol تملك فستانا برتقاليا. فريد a black and white جلابه، اذا فريد هذا راجع ليا هي، وهي كندير معاها has got. اذا غنكتب هنا فريد has got a black and white جلابة. فريد عنده جلابة في الكحل وفي البيض. My brother's blue jeans. My brother's هذا الجمع إخوتي، خوتي يعني هادو الجمع الضمير هو they. إذن هادو كيرجع على الضمير they. إذن my brother's have got blue jeans. إخوتي لديهم سراويل في الأزرق، أو لسراويل زرقاء. سراول ديال الجين كنقول لهم جينز. نخلي لكم ضبط صحيح. رابعا write the correct negative form of have got. قالك دابا نكتبوا دابا النفي ديال have got بالنسبه لهاد الجمل. بالنسبه ل have got في النفي قلنا كيكون يا haven't got او لا hasn't got. هي شي ات هما الوحيد اللي كندير فيهم hasn't got، لما باقي كندير فيه haven't got. وكيف ما قلت haven't راه هي have not got، و hasn't got راه هي has not got. هذا كير اختصار. اذا نبداو دابا اولا ليندا an orange pullover. ليندا هي شي، اذا غادي نكتب فيها has not got، وانا غادي ندير الاختصار باش يجي سهل. اذا غادي نقول ليندا hasn't got an orange pullover. Linda hasn't got an orange pullover. Linda ما عندهاش واحد التريكو في البرتقالي. pullover هو نيت بحال نقول نيت بيول، يعني كيف ما كنقولوا تريكو. Anas and Ali black shoes. اذا هادو جمع يعني they، غادي ندير فيهم haven't got. اذا غادي نكتب Anas and Ali haven't got black shoes. Anas وعلي ما عندهمش احذيه في الأسود. Max a white t-shirt. Max هذا بوحده يعني he، إذا غادي ندير Max hasn't got a white t-shirt. Max ما عندوش t-shirt في البيض.
My friend and I leather jackets. My friend and I يعني نحن يعني we. إذن غادي ندير فيها haven't got. إذن my friend and I haven't got leather jackets. أنا وصاحبي ما عندناش جاكيطات في الكوير يعني في الجلد. Leather هو جلد. My friend's black jeans. إذن my friends أصدقائي كيرجع على هم يعني they. وthey كندير معاه haven't got. إذن غادي ندير my friends haven't got black jeans. أصدقائي ما عندهمش لي جين في الكحل. نخلي لكم ضبط صحيح. التمرين الخامس هنا عندي look at the table then ask and answer a partner. قالك هنا ولاحظ الجدول. عندي هذا الجدول نشوفه ونسول ونجاوب الصديق ديالي او الزميل ديالي. اعطونا هنا واحد المثال. Has Jalil got a cap? ها هو جليل ونشوف واش عنده cap. cap هي الكاسكيطة. اذا عنده كاسكيطة اشنو غادي ندير؟ اذا السؤال سولته ب has Jalil got a cap. اذا بالنسبة للسؤال ديال has got كنشد هذاك الضمير نورمالمون انا كنقول جليل has got. الا بيت نسول كنقلب هذيك جليل مع has. ما كتبقاش ليا جليل has got كتولي ليا has جليل got. كنقلبها لهذيك جليل مع has. صافي كنسبق has هي الاولى او لا have هي الاولى وكنكمل الجمله ديالتي عاديه. اذا هل يملك جليل قبعه؟ yes هي عنده. الجواب كيكون yes he has but he hasn't got shorts. ولكن ما عندوش لي شورت ما عندوش سروال قصير. نفس الحاجة غادي نديرو في الجدول. بالنسبة لهادو نذكرو الأسماء ديال هادو. إذن هادو boots. هادو كيتسمو boots. هادو shorts. هادو ديما كيتنطقو بالجمع. هادي cap القبعة أو كاسكيطة cap. وهذا السروال هو trousers. نقدر نسميه trousers نقدر نقوليه pants. بحال اللي جاتكم سهلة ديروها. أنا غادي نقول لهم trousers. إذن عندي هنايا هاد العلامة ديال إكس يعني راه ما عندهمش وإلا ما كيناش يعني راه كاين عندهم. إذن هنا عندي جليل سالم و تيم. داكشي اللي غادي ندير كيف ما قلت السؤال باش كنطرحو كنسبق هو الأول هاز عاد كندير الضمير أو لا الإسم سواء عندي ضمير سواء عندي الإسم. إذن الشريك ديالي أو لا أنا غادي نسول نقول هاز جليل got boots. علاش هنا ما درتش أي boots؟ حيت بوتس هو الجمع. اي كنديرها غير اللي عندي المفرد. هادي رزت لكم معلومه. اذا غادي نسول غادي نقول هاز جليل got boots. واش جليل عنده لي بوت؟ غادي نجاوب او لا الشريك ديالي غادي يجاوب yes he has but he hasn't got trousers. yes he has عنده ولكن ما عندوش السروال ولكن but he hasn't got trousers. نمشي سليم أنسول هاز سليم got shorts. واش سليم عنده لي شورت؟ هاز سليم got shorts. yes he has but he hasn't got boots. yes he has but he hasn't got boots. نعاود تاني نسول هاز سليم got a cap. yes he has but he hasn't got trousers. but he hasn't got trousers. نقدر نديرهم بجوجهم في واحد السؤال عوض ما نسول على لي بوت بوحدهم ونمشي نسول على لي شورت بوحدهم. نديرهم ديريكت في واحد الجمله غتكون كالاتي has Tim got boots and trousers. واش تيم عنده لي بوت وسراول؟ has Tim got boots and trousers. الجواب yes he has but he hasn't got shorts and a cap. yes he has but he hasn't got shorts and a cap. نمشي ونشوفو صحيح.
نمشيو دابا لاخر تمرين عندي سادسا complete with one or ones. شنا من قبل one كنديرها الا عندي المفرد ones الا عندي الجمع. تيم رشيدة. تيم has Carol got white trainers? Has Carol got white trainers? واش كارول عندها ليزيسباد غير في البيض؟ No, she hasn't. لا ما عندهاش. She's got black. شنو غادي نكتب؟ Ones. No, she hasn't. She's got black ones. علاش؟ حيت عندي trainers في الجمع. شي علاش درت ones. نمشي للثانية. Tim. Has Layla got a blue dress? Has Layla got a blue dress? واش ليلى عندها فستان في الأزرق؟ رشيدة. No, she hasn't. She's got an orange one. واحد. هذه اللي بندير هنا. علاش؟ حيت dress عندي مفرد. إلا درت هنا dresses غندير ones. ولكن هنا عندي dress اللي هو واحد. داكشي علاش درت one. No, she hasn't. She's got an orange one. لا ما عندهاش. عندها واحد في البرتقالي. نخلي لكم تصحيح. هنا قال لي remember this. أتذكر هذا. Interrogative يعني ديال السؤال. وهنا عندي affirmative and negative short answers. عندي هنا أجوبة قصيرة بالجملة الإخبارية وبالنفي. إذا هنا بالنسبة للinterrogative اللي هو الانتيغوغاتيف السؤال، أشنو كندير؟ Have you got a cap؟ أشنو هو النورمال أنا عندي؟ أش كنقولي لما سولت؟ أش كنقول؟ You have got. You have got. شنو كندير اللي عندي السؤال؟ الضمير. ما كنوليش كنسبق الضمير اللي هو I, you, he, she, it إلى آخره. كنولي كنسبق هذيك have أو لا has. عاد كنتبع لها الضمير وكنكمل الجملة. كندير got ديالي راه ما كتبدلش وكنكمل الجملة. إذا كتولي ليا Have you got a cap؟ السؤال إلا كان بالأفرماتيف كنقولي Yes, I have. أجل أملكه أو لا أجل لدي. Yes, I have. No, I haven't. إلا عندي النفي كنقول I have not. وقلنا هذا هو الاختصار ديالها اللي هي I haven't. No, I haven't. نفس الحاجة. سؤال تاني. Has he got a cap؟ كنسبق ديما إلا بندير سؤال have أو لا has. Has he got a cap؟ واش عنده كاسكيتا؟ Yes, he has. أو لا no, he hasn't. كانت هذه الحصة ديال اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. اللي ما فهمش حاجة يخليها لي في التعليق. نتلقاو إن شاء الله في حصة جاية في صفحات موالية من الكتاب المدرسي فوكس للغة الإنجليزية بالنسبة لسنة ثالثة إعدادي. بالتوفيق للجميع.